في الألمانية هناك العديد من أحرف العلة بالمقارنة مع باللغة العربية، فيمكن المرء من التمييز بين أو حرف العلة بسيطة مثل إي أو 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 حرفان علة يكتبان متصلين كما يطلق عليهم أو عليها الإضغام مثل أي أو. إضافة لذلك توجد حروف علة طويلة وحروف علة قصيرة، ويبدو هذا الموضوع صعبا لكم نوعا ما، ولكن على العكس من ذلك تماما سيبدأ كل من إنعام ويورجن باستعراض حروف العلة التي ستعرفونها في اللغة العربية آ إي أو، وسوف يوضحون لكم كيفية تركيبها والتشديد على أهمية الاختلاف في طول حرف العلة. بعد ذلك سيتم عرض حروف العلة المتبقية A O، وبما أنكم لا تعرفونها في اللغة العربية لذلك سيقوم كل من إنعام ويورجن باستعراض مفصل لاختلافات بين الحركات الطويلة والقصيرة. في نهاية هذه الوحدة التعليمية وجب عليكم في الواقع إتقان حروف العلة بشكل تام، لكن عليكم أن تتذكروا بأنه يجب عليكم أن تتمرنوا وتدربوا بعناية وحرص شديدين.